اهلا 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 يا انجي. مساء الخير يا انكل. مساء النور يا حبيبتي. ده ايه الزياره الحلوه دي؟ ولو انها بتتكرر كل يوم. بص عليك يا انكل، انت زهقت مني ولا ايه؟ طيب ايه رايك بقى ان انا جايه اسال على طنط رجاء؟ هي هنا؟ طنطك يا ستي خرجت تشتري حاجات عشان مشروعها الجديد. ايه ده؟ مشروعها الجديد؟ الف مبروك، مشروع ايه؟ جت يا ستي كده في يوم قالت لي بص بقى انا زهقانه وعايزه اعمل اي حاجه عشان اتسلى. قلت اوكي خليها تتسلى بدل ما تتسلى عليا انا. عايزه تتسلي ازاي يا حبيبتي؟ قالت لي عايزه ارجع زي زمان خبير التجميل وفاشن. حلو. قلت لها اوكي يا حبيبتي هترجعي ازاي؟ قالت لي بص بقى هاخد اوضتك حد وثلاث وخميس واعملها سبا. وانت اعملها عياده بقيه الاسبوع. طب والله فكره حلوه جدا يا انكل، وهي تسليه مفيده برضو. مفيده ايه؟ هتقلب البيت مرستان. انا قلت لها انا هتشتري قطه كده شيرازي حلوه، كلب جريفون، عرسه ذكر. يا انكل يعني هم دول اللي مش هيقلبوا البيت مرستان؟ طب ايه رايك بقى انا جايه هربانه عندكم هنا علشان المرستان اللي عندي في البيت بعد المحروسه ما شرفت. محروسه؟ هي حماتك طبت على نفسكوا تاني؟ دي قطه، قطه يا انكل. قطه ايه؟ دي بغله فرس البحر وانا عبيط عن حماتك. لا يا انكل بتكلم بجد، العيال حطوني قدام الامر الواقع وجابوا لي قطه في البيت، والمصيبه بقى الكبيره ان علي بدل ما يقف جنبي ويقول لهم لا لقيته نايم على بطنه وعمال يلعب برجليه وبيدلع القطه يقول لها كتموتوا يا حلوه يا بطه نورتي البيت يا قطه، شفت الخيبه اللي انا فيها. سيبيه شاب طايش بيلعب، ولا انت غيرانه عشان بيلعب مع قطه تاني غيرك؟ يا انكل بقى بطل هزار، بس قطه في البيت يعني شعر على السجاد وخربشه في الكنب، وانا خلاص تعبت مش قادره احمي واربي واكل، انا كفايه عليا العيال وابوهم. ما تسيبوا العيال يشتركوا معاكم، ينظفوا ويكنسوا ويمسحوا، وهي فرصه ويتحملوا المسؤوليه ويتربوا. يا انكل يا انكل دول عيالي وانا عارفاهم، هما يومين ثلاثه حلاوه روح وبعد كده انا اللي هتدبس. اسمعي كلامي وصدقيني، مهم قوي انك تشغلي العيال في حاجه مفيده مش بدل ما يشربوا مخدرات. مخدرات؟ ايه يا انكل ايه ده؟ بلاش افوار، مخدرات ايه؟
يعني لا امسك كده اسقني واحده معلش. مي سني مي ندمان يا مي ندمان يا سني ندمان يا مجرم ندمان. مالها لليام؟ مالها لليام يا مرات؟ هي اللي ما سابتناش نجيب قطه يا نهار اسود يا نهار اسود. معقوله يا انكل؟ معقوله يعني تفتكر الموضوع ممكن يوصل للدرجه دي؟ لريهام سعيد؟ قصدي المخدرات. ايوه ما هو لو ابتدوا مخدرات اكيد هيوصلوا لريهام سعيد. دي مصيبه اكبر مصيبه. هاي سمورة، هاي أنوش. هاي يا طنط، الحمد لله على السلامة. هل كان مش قادر أقف على رجلي أبدا، بس جبت شوية بروديد وبوتي، إنما إيه تحفة، هيعجبوكي قوي قوي. دخلوا الحاجة من فضلك حطوها هنا. سمورتي حبيبي معلش هزيح شوية حاجات من عندك كده عشان أحط البضاعة بتاعتي. أوكي انا غلطان انه وافقت انها تتسلى. سيبها سيبها يا انكل، مش بدل ما تتجه للمخدرات ولا الرذيله. استغفر الله العظيم يا رب، مخدرات ورذيله؟ ده كده الرذيله هتحتاج